حجي سلمان تسمع صوتي؟ اي. انت خادم الحسين واريدك توقف يم راية الحسين. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. سلام الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ورحمه الله وبركاته. حجي سلمان، انت رجل سافرت لهواي مكانات، هواي دول، هم راودك ان تموت بالغربه بعيد عن حسينيتك، عن خدمتك للحسين، عن مجلس الحسين، خفت أن يمرك الموت وأنت بعيد عن هاي الأجواء؟ أكيد طبعاً إنسان يراود الموت في أي وقت أي مكان. أي. بس أنا عندي ثقة بخدمتي للإمام، ما أعتقد يعني أموت خارج عن جوار الحسين. متمني أن تموت وأنت في أجواء خدمة الحسين سلام الله عليه؟ أكيد أنا عندي أمنية الموت في مكانين، أما في السجود أي. وأما في منبر الحسين وأنا أثناء الخدمة. أحلى شيء بحياتي متمني أنا. طلبت من الإمام هذا الشيء؟ أكيد طلبت الشهادة، لأنه اللي يموت في حب الحسين يموت شهيد سلام الله عليه. أنا ما أريد أن ما أحب أن أموت على فراش الموت. أنا أمنيتي أنه الله سبحانه وتعالى يقبض روحي في مكاني، يعني قلت لك أما في السجود لله وأما أنا أكون في حضرة بأجواء الحسين. خدمة الإمام الحسين أكيد حتى أنا للشهادة، لأن ما أريد أموت موت عادي، أريد أموت شهيد، واللي يحب موت على حب الحسين موت شهيد أكيد. إن شاء الله إن شاء الله. حجي سلمان، إحنا الآن جاي نحاول أن نعيش لحظة صدق، لحظة حقيقة، نعيش تجربة طال الزمن، قصار كبار صغار، في يوم ما على آلة حدباء نحمل وإلى قبر نلحد. خايف من هاي اللحظة؟ بداخلك فت خوف؟ تحس بتقصير؟ نادم على شيء في حياتك وخايف عليه من هذه الليلة أو خايف منه؟ طبعاً إحنا حج الإنسان خلق ضعيفاً، كل إنسان عنده سلبيات وعنده أخطاء. أي. فإحنا شغلة واحدة تخلينا الإنسان مطمئن هي خدمتنا لأهل البيت، يخلي الإنسان دائماً مطمئن، والله غفور رحيم تعرف أنت يعني. ونعم بالله. الله سبحانه وتعالى عنده حديث قدسي يقول لا تسعني السماوات والأرض ولكن يسعني قلب المؤمن. أحسنت. أي. فإحنا مطول الله خلقنا سبحانه وتعالى من فاضل طينة أهل البيت سلام الله عليه، فأكيد له الشفاعة لمن وجدوها، يعني أكيد أنت عندنا ذنوب، كل إنسان عنده تقصير. أي طبعا، هو المثوى الأخير هو القبر. أنت مطمئن إذا انتقلت إلى ذلك العالم؟ إحنا الله العالم بالقبول العمل، بس نعم. إحنا طبعا الإنسان اللي يكون مع رجاء. الحسين أي مع أنت الحسين. ترجو الرحمة من الله. أي أكيد طبعا نرجو هذا الشيء. إحنا بزياراتنا إحنا من نجي شو نطلب من أنا بحياتي ما طلبت شيء من أهل البيت، بالذات إذا أجي للحسين عليه السلام سلام الله عليه، دائما أطلب من عنده شغلة واحدة اللي هي أنه لا يحرمني من خدمته، بس هاي كل شيء ما أطلب منه. الله ما أردت لا أطلبت كنوز ولا أطلبت أمداك ولا خدمة أطلبت. الحسين بالنسبة إليك بالنسبة إليك أي هوية عمل حب، شنو تفسر هاي التعلق وهذا البذل؟ شوف كل إنسان أي اليوم أي عمل يقبل أكو إلى أساس، نعم، لو ما أكو أساس صحيح بنا بالسابق من أهاليتنا ما وصلنا لهذا التوفيق. أحسنت. أي بنوا آبائنا وأجدادنا وإحنا ينا فطرنا فكينا عيوننا وحبنا فطري. أي. حبنا مو تصنع. نعم. إحنا حبنا فطري، وهذا الحب اللي الله رزق هذا الله يرزقك به، وهذا رزق. أنت بريت والدك إن شاء الله. الحمد لله والشكر. رحل عنك راضي عنك. الحمد لله والشكر. كان والدك عايش وأنت تمارس الخدمة الحسينية؟ أكيد طبعاً.
أنا فرح بيك وأنت شوفك خادم للحسين؟ أكيد أنا بالواحد تسعين إحنا بعد ما تعرف إحنا حسينيتنا من زمان أجدادي يعني موجودة يعني نعم بالسنوات الخمسين سنة السابقة نعم يعني أكثر تقريبا نقول اللي بدأت يعني ثلاثينات أربعينات خمسينات مسقط رأسنا أبو الخصيب يعني أنا فطنت لحقت على مجالس جدي ووالدي الله يرحمهم وبعدين تعرف وانت استمريت تعرف من جو البعثية توقفوا أهلي يعني بعد ما سونقل بدأت صار العراقية الإيرانية بدأت أيامها توقفوا بس أنا شنو تقوم يعني أقعد مثلا بغرفة صغيرة أربع نفرات خمسة أسوي فد شيء يعني بأيام الثمانينات زين هذا الخدمة اللي انزرعت بيك أنت الآن تمارسها كهوية كعمل كحب كواجب تحسه واجب عليك والله أول شيء هو طبعاً إيش ما أريد أقدم أنا أشوفك مقصر أي قصور أحسس يعني شو هذا اللي أقدمه كله اللي كل طاقتي أنا أبذلها وكل ما عندي أبذله خلي الفانوس على القبر ما أريد أتعبك أي أحس أن أنا أكو قصور لأن الحسين ما يقدر بشيء ترى أحسنت أبداً يعني خلينا نقول ماكو إلا حدود لا زين طبيعتنا احنا اكيد عندنا كل انسان له تعلق باحد مما انت تعلق بالامام هاي المجالس اللي تقام وهاي الليالي العزاء سلمان العاشور وين تعلقه هل وين من يحتاج من يريد يندب من يريد يسال من يريد يطرق باب يطرق باب الزهراء يطرق باب امير المؤمنين يطرق باب السيده زينب يطرق باب أبي الفضل دائما منو من الأئمة أنت تحس روحك قريبة أنا أكثر شيء تعلقي بفاطمة الزهراء سلام الله عليها لأن أنا أعتبر فاطمة الزهراء أمنا سلام الله عليها وإحنا أولادها نعم والأم عينها على ولدها منتظر من عندها نظرة أكيد أنا أتوسل بها يوميا ما تركت في اليوم التوسل بفاطمة الزهراء شنو سر هذا التوسل؟ ما أدري من الله فطري أي فطري عندك أي مو عندي حاجة مثلا لا أنا بدون أنا حاجة تعلق. أي بدون حاجة ذكرها على لسانك أي أكيد أنا تعرف إيش قد عظيم ذكر الزهراء على اللسان أكيد طبعا هي الأرض خلقت حجي سلمان فاطمة الزهراء حجي سلمان نعم. أنت رجل أهلك على قبرك هي أكيد أنا دائما أتذكر الموت إيش تعني لك هسه من نظرة هاي الصورة وين راح بالك بالي هو هذا اليوم إحنا هو مثوانا الأخير هو البيت اللي إحنا نسكن بيه وين رجع بيك شريط الحياة اليا فترة اليا زمن هل تتمنى أنه تشوف أبوك بذاك العالم أكيد أنا أول شيء بالي
اللي أتمنى أول ما تغمض عيني أتمنى الحسين يكون على رأسي. سلام الله عليه. وأكيد إحنا والحسين يتفني بيده. يخلوني باللحد. إيه. تتمنى نور الحسين قبره. يحضرني نور الحسين وأسمع المجالس الحسين تستمر وياي بهذا العالم كله. تتمنى أن تكون خادم للحسين هناك؟ أكيد أكيد. جنة ما بيها حسين هم ما أريدها. حج سلمان إذا تقدر اجلس يم القبر. أنا أرد أسولف عليك هسه رأيت الإمام الحسين بيدك وأمامك صورة الحاج سلمان وليد أسولف عليك. والمين هسه حظوك زاد باكي لا أنا لا تنتظر جابرتي الخاطئ جابرتي الخاطئ أنا ما يا أخ يم تدري إيش تضم ولدفاتي أنا الدين وين الدين من هسه وفي لربك الدين الدين ويلي من هسه وفي ربك الدين ما تدري امتى تغمض العين 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 تشلب نصيحة بخدمة حسين 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 اي والله با عبد الله ما عدنا غيرك يا حسين بليلة الوحش على زينب لا تنسانا يا أبا عبد الله بذيك الساعة لا تنسانا يا أبا عبد الله السايا يا عين الحشور يكشف الحاجب بويا الحاجب ما تنفع هناك المناصيب ما تنفع هنا يا ياك المناصيب يا 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 خدام المواكي هنيال خدام المواكب اوقف اوقف حجي هنيال خدام المواكب
نعمة خدمة الحسين ها؟ أكيد. وأنا بكيت على الحسين ما بكيت على نفسي. تذكر الحسين ده؟ أي دائما. من نعي بالمعنى. كل شيء حتى من أنام على صوت الحسين. أنا ما عندي عيد حتى بالأعياد. أنا عندي مقولة الزهراء سلام الله عليها، أفراحنا ما آتمنا. تعلق عندك كل شيء مع الحسين، كل شيء بقضية الحسين. حجيب سؤال، لما نكون بهيج وضع ونعيش هيج لحظة حتما يجي هذا السؤال، يخطر هذا السؤال. ناس احنا عندنا علاقات، عندنا تقاطعات، عندنا تواصلات، خايف من تتحدث أو موقف ظلمت بأحد، ظلمت ناس أنت وخايف مثلا. لا، بس الإنسان يخطأ. يخطأ ممكن، عندنا أخطاء أكيد مع الناس مع من حولك. أكيد أحسن يخطأ. شو تقولهم أنت في هذا؟ أقول لن قابل الإحسان. بالإحسان. زين، هم ظلمتك ناس؟ أكو ناس حياتك ظلمت؟ أكيد، خصة إذا أنت في موقع الشهرة وبندام الناس ومعروف ممكن تتعرض لهذا. متعرض هواي لهجمات وتسقيط وتشويه سمعة، هاي مربي هذا الموضوع يعني. زين، شو تقول لهم حجي وانت بهاي الأجواء؟ هذول اللي ظلموك، اللي حكوا، اللي قالوا. والله أنا كل ما أريدهم الذمة. باريهم الذمة؟ أي. ليش؟ ليش؟ لأنه الناس ما تدري. أكو ناس يعني أريد أكون أطلع من الدنيا ماني مخشن خاطر واحد، ولا أحب أطلع من الدنيا أنه عندي غيظ على واحد. أنا أطلع من الدنيا ما أحب أخشن خاطر واحد. إحنا نخطأ ممكن. زين، إنسان يمر بهذا الضرر. الموت هم أذاك بفقد شخص عزيز عليك؟ طبعا. تأذيت؟ منو الشخص اللي فقده كان شديد الوقع عليك؟ والدي. والدك؟ فقط لأنه والدك لو أكو شيء آخر بالموضوع؟ لا، والدي اي حجي داود العاشو الله يرحمه، يرحم امواتكم جميعا. الطريق اللي ربانا عليه ونهجنا هذا النهج وخسارته، يعني مو انا فقدته بس، المجتمع كله فقده. يعني انت كانك تريد تقول انه هذا الطريق اللي جاي تسلكه الان، هذا المسير اللي تسيره، هو ربانا، هو نتيجه تربيه حجي داود. هو فلذلك فقده الذاك. أيوة، لهذا اسم الحسينية الله خلى مو أنا. حسينية المرحوم الحاج داود العاشور. أي مواقفة وخدمت أولادك للناس. أولادك تحس هاي البذرة مستمرة؟ ربيت أولادك؟ ربيت أولادي على هذا المنهج. على هذا المنهج ويستمرين عليه، وقاعدين يجون نفس المنهج بخدمتهم لأهل البيت ومنهج أهلي والتربية اللي ربونا عليها آبائنا وأجدادنا. الحمد لله ماشى البذرة بيهم، التزام ديني، خدمتهم لأهل البيت، حبهم لأهل البيت، مساعدتهم للناس. زين، بعيدا عن عائلتك الله يحفظهم، من تتصور من أصدقائك أو المقربين إليك، قد يكون بالخدمة الحسينية أو غير اسمه، اللي باكر راح يتأذى على فقد حج سلمان، يقف على قبره راح يذكرك بسورة الفاتحة، يذكرك بصلاة الليل، بعيدا عن العائلة؟ عائلتك حتما راح أكيد حني. لكن منو اللي في خاطرك تحس إنه هذا الشخص حتى وإن صار ما صار بينكم مثلا، تحس إنه إذا وصله خبر فقدك ما راح ينساك، راح يذكرك، راح يقف على قبرك؟ طبعا هم هواي ناسك. هواي أكيد، لأنه فضل الله وأهل البيت اللي أبقانا هاي الخدمة. هواي أجيال ربيتان، هواي خرجت أجيال، أطفال أنا جو عندي اليوم هم متزوجين. أرد أجيك على هاي خدمتهم بالحسمة. كنت مثل والدك إلهم؟ أي أكثر. أكثر، وتحس أن ذولا راح يحقفون على قبرك؟ طبعا، مو بس أنا عندي، شوف
انا احسك اختنقت بالسالفه هذه، اريدك تسولف اللي بقلبك. اقول لك شغله، اريد اللي بقلبك. اقول لك شغله، دمعتك واضحه وحصرتك واضحه وجاي تكتمها، سولف. اقول لك خدمه الحسين خدمه الناس. زين، مو بس منبر. تمام، متفقين. منو اللي تحس هاي المجاميع وكذا؟ من هو؟ اكو هوايه. اي، تتمنى ان يقرا مجلس على علاقه برك؟ اكيد. وصيت شو موصل؟ وصيت الشباب اللي عندي الهياد، قلت لهم يوم اللي انا الله سبحانه وتعالى ياخذ امانته وتتركوني، اريد مجالس حسينيه تقام. يعني انت من قبل وفاتك موصي اي ان يقرا مجلس على قبره؟ اي، لا تنسوني. ما ينسونك. اي، واليوم اللي اموت فيه يزوروني كل الائمه المعصومين قبل دفني. شنو الوصيه؟ شلون كانت؟ الوصيه اتفقت ويا شخص. ويا شخص؟ اي، قلت له اذا انت متت قبلي انا اطوفك الائمه المعصومين. كل الائمه؟ كل الايام الموجوده، واذا انا متت وانت موجود تزورني حتى سر مره. وصيتك لشخص الان هو يسمعك. اي نعم. انت الان من وادي كربلاء. اي. والشخص يسمعك. نعم. وصيته انه اذا انت متت قبله يزورك امير المؤمنين والحسين وابي الفضل العباس والكاظمين والعسكريين. نعم. واذا هو مات أنا طوفه. أنا ما أريد أقول لك منو هذا الشخص، خليه أكيد. أنت وياه، هاي وصية بيناتكم. نعم. بعد شو موصي في قبرك؟ مثل هاي راية الإمام الحسين سلام الله عليه. أكيد. يا حسين. يا حسين. أي. يا حسين. ياكل ويشرب ويعني. اسمي. هم في يوم من الأيام صرخت يا حسين بحرقة لشيء؟ هم صرخت لأجل يجوز قد يكون لمو بعزة كذا؟ أكيد، أنا كل عزة أصرخ بقلبي. قلبك تصرخ؟ أي. ليش ما تجرب أن تصرخ بصوته؟ أصرخ ويا الجمهور بالمجلس. الآن أنت على حسين. قبرك إذا باكر ملك الموت انطاك فرصة أن تصرخ صرخة واحدة. يا حسين، يا زهرة، شلون راح تصرخ هيك؟ لا، اصرخ يا حسين يا حسين حسين. يعني انت في لسان قلبك حسين. اي هيك يا سودا، هاي اتمنى اخر صوت ودمعتي بيها وياها. ودمعتي بيها. اي ضيع دمعه. ما انا هاي اخر صرخه تتمناها تطلع منها. اي اكيد. اصلا اول ما يجي ملك الموت اقول وين الحسين؟ كل أكثر من عندنا عنده بقعة في النجف أو كربلاء محددة، هذه قبر. هم حددت مكان قبرك؟ أي مكان إن شاء الله قدرت يم شهيد كنعان. هم أجيت وقفت توقف يم قبر؟ أي أوقف. سولف ويا ترابك؟ أي قلهم هنا أريد يم كنعان. ويروحك تسولف من تشوف قبرك؟ أكيد أزور قبر أبوي وأزور كنعان وأزور. وتوقف على قبرك؟ أي أوقف. المكانة؟ أي. خلي راية الإمام الحسين بين يديك سلام الله عليها. هناك بطقوسنا تدري يشعلون الشموع والبخور ويخلون هذا الحنطة للطير. انت تقول وصيته بعد هذا راح يزورك، وصيته يشعل لك بخور شموع على قبرك؟ لو اكو غيره اللي راح يقوم بهذا الواجب. لا، انا انتظر نور الحسين حتى يكفيني. نور الحسين يكفيني. وعطر الحسين. عطر الحسين، اي، ومحبه الحسين. كل خدام الحسين هاي نيتهم. اي اكيد. وان شاء الله الحسين ما راح يقصر. هو الرزق الوحيد بالحياه الحسين. انا ما تمنيت رزق غير الحسين. انا اقدر كل شيء اسوي. بس كلها تركتها. اي وكلمت برزق الحسين. متندم على شيء بحياتك صار قبل؟ أم تندمت على فترة فد موقف؟ أكيد الإنسان حجي ذيك السنين الصعبة اللي مرينا بيها ممكن أن يقع الصعبة. كان الإنسان يتمنى هذا الشيء ما قدر يحققه مثلا. صارت عندك حالة من الندم لأنه ما حققته؟ إي أكيد. يعني كان عقبالك شيء
فيه مرضات الحسين، فيه مرضات الله. أي أكيد. وما تحقق فلهذا الندم ما صار هنا. أي أكيد. هو أنا تعلقي بس من هالبيت، أنا ما تندم على شيء من الحياة، لأن أنا ما أحب الدنيا. ولا ما أحب الدنيا؟ لا، ما أحب ملذاتها. يعني يعني لا. يعني حاج سلمان. أي أنا الدنيا عندي. يعني أنت منتظر الموت؟ هذا الكلام. كل إنسان كل إنسان. لا يتوقع. هذا الكلام الكلام جاي أشوفك. جاي تسولف وبأريحية وما عدا. يعني أنت متمني الموت؟ من الموت على حب الحسين. على حب الحسين. أي أكيد. تتمنى لأنه راح تشوف الحسين سلام الله عليه. أنا أشوف عندي لحظة شغلتين، أما الله سبحانه وتعالى ينطيني عمر بس أقضيها في خدمة الحسين. وأما اليوم اللي توصل أمانته وياخذ الحسين ما أقول هم في خدمة الحسين حتى في الموت. متمنى تشوف الحسين؟ أي أكيد طبعا إن شاء الله. بس أنا جاي أشوف أن الحسين. لا لا. شيكون شيكون شعورك. نعم. بذلك العالم وأنت تشاهد نور الحسين. عشان يدمن الله اللي خلينا نشوف نور الحسين هو هذا رزق وحلم كل إنسان يحلم طبعا. إحنا. أمرت عليك رؤية بحليم وبطيف صارت عندك؟ أنا شاهدت الحسين. أيه. يعني شخصا وجها تشرفت بس مو هسه قبل يعني تقريبا بس ماني ناس من زمان يعني شفته شخصا وجهه وبقت ببالي بعد بذاكرة بوجهه بعد بذاكرة اي شكله شخصيته وجهه نعم انا كنت فيه في المشكلة صارت اي كان بيها اعتقال وتوجهت له اي كان بيها اعتقال الى وادي وتوجهت له وأهلنا يعني اعتقلوا مجموعة من عندنا في وقتها أنا كنت في بغداد داوم زين حج سلمان كنت صايم في وقتها يومها أنا هاي التفاصيل تقول حسين وحلاوتها أنا أحسها نعمة من الحسين أن يخليك تشوفها أكيد أنا متأكد كل خادم من خدمة الحسين يتمنى ولو لحظات بالرؤية يشوف رأسه هيش خطف نور ماكو مثل هذا وكل احنا انا متاكد خدام من يقبل على شباك الحسين يقول له بدوا بس خلنا نشوفك بس خلنا أستمع حاج سلمان نسال الله ان يطيل عمرك في خدمه الحسين وان يحسن عاقبتك ويحقق لك اللي في بالك في خدمه الحسين انا اريد ابقى يم هذا المكان اللي بصورة حاج سلمان أريد أقرأ أو أهدي ثواب صورة الفاتحة إليك وأنت عدل وأنت رأيت الإمام الحسين بين يديك وأنت خادم الحسين وتوجه الآن منك للحسين إن شاء الله هو ظهرك الله معك أنا راح أبقى أنا توكل بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الله ايش لون بي وسيق الواد وحسابي وين ملي مني المعاصي كتاب ايش لون بي لو غراب مني الاجل واخذ سمع الموت ويلساني انشكل وظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاته الليل دميع
لا ينصابي.